السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشوفو تمرين 19 صفحة 204 من الكتاب المفيد في الرياضيات، دائما مع درس معادلات مستقيم. إذا هذا الفيديو الهدف منه هو نعرفو الشرط ديال توازي مستقيمين باستعمال المعادلة ديالهم. نفس السؤال قالك، هل المستقيم دي ودلتا متوازيان في كل حالة من الحالات التالية؟ عندنا في الحالة الأولى معادلة ديال دلتا والمعادلة ديال دي، وقلنا واش المستقيمين متوازيان ولا لا. أول حاجة غنذكروا بها هي القاعدة، باش يكونوا مستقيمين متوازيان، أي مستقيمين كيف ما بغوا يكونوا مستقيمين متوازيان، فهذا كيعني أن لهما نفس الميل. اي مستقيمين كيكونوا متوازيين يعني عندهم نفس الميل، هذه هي القاعده اللي غنخدموا بها. دونك عندنا هنا دلتا المعادله ديالو y تساوي 2 اكس ناقص 3، وعندنا هنا دي y تساوي 2 اكس زائد 3. اذا الميل ديال دلتا هو 2، الميل ديال دي هو 2، اذا عندهم نفس الميل. اذا دي ودلتا في الحاله الاولى متوازيان، علاش؟ حيت عندهم نفس الميل، دلتا يوازي دي لأن لهما نفس الميل. اثنان هو الميل ديال المستقيمين. زو الحالة الثانية، عندنا دلتا كتساوي إيكغيك، دلتا الميل ديالو هو جوج. هنا الأرتوب عند الأصل ما كيهمناش دابا، عندنا الميل هو جوج ولكن إيكغيك الميل ديالو هو واحد على جوج، إذا دي ودلتا غير متوازيان، دي لا يوازي دلتا لأن ليس لهما نفس الميل. الحالة الثالثة، عندنا الميل ديال دلتا هو ناقص واحد على جوج، والميل ديال دي هو ناقص واحد على جوج، إذن دي ودلتا متوازيان في الحالة الثالثة. الحالة الرابعة، عفوا، هنا عندنا إشكال شوية. هنا عندنا دي الميل ديالو باين هو ناقص جوج، ولكن دلتا مكتوبة على شكل جوج إكس زائد إيكغيك ناقص 7 تساوي صفر. هذه هي المعادلة ديال دلتا إيكغيك، عفوا، دلتا عندنا في الحالة الرابعة، عندنا 2 إكس زائد إيكغيك ناقص 7 تساوي صفر. أول حاجة خصني نكتب هذه الكتابة على شكل معادلة مستقيم. معادلة قلنا كندير إيكغيك تساوي أإكس زائد بي، خصني نخلي إيكغيك في الطرف الأول، هاهي، وهادشي نحولو للطرف الثاني. جوج إكس غنحولها غتولي ناقص جوج إكس، وإيكغيك وناقص 7 غنحولها غتولي زائد 7. إذا الميل ديال دلتا دابا بان لينا هو ناقص جوج، ولكن الميل ديال دي حتى هو ناقص جوج. كاين اللي غيشوف من الشوفة الأولى غيقول لك هنا الميل ديال دي هو ناقص جوج، والميل ديال دلتا هو جوج. الميل ديال دلتا ماشي جوج، حتى نحولها وغتولي ناقص جوج، ودي الميل ديالها ناقص جوج. إذا هنا في هذه الحالة المستقيم دلتا يوازي المستقيم دي، عندهم نفس الميل ناقص 2. ندوزو للحالة الخامسة، نلاحظوا عندنا ناقص 4 اكس زائد 6 ايكغيك زائد 3. هنا عندي 2 اكس زائد 3 ايكغيك زائد 1. اذا هنا ما بينش لينا الميل ديال المستقيم. كاين اللي غيجي نيشان ويقول لك هنا ناقص 4 هو الميل وهاد 2 هو الميل ديال دي، لا. دونك خصني نكتب هاد المعادلات هادو على شكل معادله مستقيم. هنا بالنسبه لدلتا عندنا ناقص 4 اكس زائد 6 ايكغيك زائد 3 تساوي صفر. خصني نقلي غير إيكغيك في الطرف الأول، غنخلي في الأول 6 إيكغيك، ناقص 4 إكس غنحولها غتولي 4 إكس، وزائد 3 غنحولها غتولي ناقص 3. أنا بغيت غير إيكغيك، دونك غنشد هادو ونقسمهم على 6، هاد 6 غنحولها غتولي قسمة 6، يعني 4 إكس ناقص 3 على 6، يعني إيكغيك تساوي 4 إكس على 6. 4 إكس على 6 غنختزل بجوج، هي جوج على 3 إكس، ناقص 3 على 6 غنختزل ب 3 هي 1 على 2. وندوز دابا للمعادله ديال تي، حتى هي ندير نفس الطريقه. عندي 2 اكس زائد 3 ايكغيك زائد 1 تساوي صفر. غنخلي غير 3 ايكغيك هنا، 2 اكس غنحولها غتولي ناقص 2 اكس، 1 غنحولها غتولي ناقص 1. اذا ايكغيك تساوي
ناقص جوج إكس ناقص واحد على ثلاثة. إذن إيكغيك تساوي ناقص جوج على ثلاثة إكس ناقص واحد على ثلاثة. إذن هنا عطاتنا جوج على ثلاثة إكس، ولكن هنا عطاتنا ناقص جوج على ثلاثة إكس. هنا الميل ديال الدي هو ناقص جوج على ثلاثة، والميل ديال دلتا هو جوج على ثلاثة. إذن المستقيمين غير متوازيان لأن ليس لهما نفس الميل، ولكن هنا غيكونوا متعامدين. علاش؟ حيت الجداء ديال الميل ديالهم لا ماشي متعامدين. يلا نكتفيو بهذا القدر، نخليو فيديو اخر ان شاء الله اللي غادي نديرو فيه التمرين رقم 20، كذلك تمرين مهم باش نفهمو مزيان هذا الشرط ديال توازي مستقيمين. تابوناو في لاشين وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. رمضان كريم، تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.